عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانت ليلتي. أين دخل عليها يا أحباب؟ دخل عليها في حجرتها. إيش هذه الحجرة؟ حجرة صغيرة مبنية بالطين والحجارة، وسقفها جريد النخل وسعف النخل وأعمدة وجذوع النخل، ما فيها تليس، ما فيها إضاءة، ما فيها كهرباء، حجرة صغيرة. ومن صغر يا أخوان الحجرة الصغيرة، هذا بيت عائشة، هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعيش فيه يوم كامل، يجلس في هذه الحجرة مع عائشة. ما هو الفرش الموجود في هذا البيت؟ لا فرش فيه، ما في حجرة الرسول لا سجاد ولا موكيت، ما هو إلا الحصى. ووضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير في الزاوية، كان يضطجع على الحصير صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرة تقول عائشة: نام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجري. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان، صلوا عليه وسلموا تسليما، وضع رأسه في حجر عائشة ونام. بينما هو نائم نزلت دموع عائشة رضي الله عنها وسقطت على وجنتي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام وجلس ونظر إلى عائشة، قال: يا عائشة، ما لك تبكين؟ ما لك تبكين يا عائشة؟ تخيلوا يا أخوان، عائشة في تلك اللحظة في ماذا تفكر؟ هل كانت تنظر إلى الحجرة وهي صغيرة وطين وحجارة وجريد نخل وتقول في نفسها: يا ليت إن عندي قصر وعندي فرش وعندي سجاد وعندي حجرة أكبر من كذا، وعندي وعندي من الأرزاق والبيت فاضي وما عندي أكل ولا شرب؟ هل كانت عائشة تفكر في هذا ثم بكت لضيق العيش؟ ما لك يا عائشة تبكين ولم الدموع؟ قالت: يا رسول الله، تذكرت يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها يا إخوان في تلك اللحظات تفكر في يوم القيامة. يا رسول الله، تذكرت يوم القيامة، هل تذكرون أهليكم يا رسول الله يوم القيامة؟ هل يذكر الرجل زوجته؟ هل ستذكر عائشة يا رسول الله يوم القيامة؟ هل الرجل يتنبه لزوجته وأبنائه؟ هل يتنبه الرجل للزوجة؟ هل تذكرون أهليكم يا رسول الله يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. ثلاثة مواطن يا عائشة، ما أحد يذكر أحد، ما أحد يلتفت إلى أحد، ما أحد يتنبه إلى أحد، أما في ثلاثة مواطن يا عائشة فلا يذكر أحد أحد. قال: يا عائشة، عند الصراط، حتى يعلم العبد هل يجتاز الصراط إلى الجنة أم يسقط في النار. يا عائشة، يا عائشة، وعند تطاير الصحف، حتى يعلم العبد هل يأخذ كتابه باليمين أم بالشمال. يا عائشة، وعند الموازين، وعند الموازين، حتى يعلم العبد هل يثقل ميزانه بالحسنات أم يثقل بالسيئات. وأنس رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أطلب منك
أن تشفع لي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أفعل يا أنس. قال: إذن يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ أين أجدك؟ أعطيني موعد لهذه الشفاعة. أين أجدك؟ أين أطلبك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: يا أنس، أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. ماذا يفعل يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام عند الصراط الرؤوف الرحيم؟ ماذا يفعل؟ يقف عند الصراط، كلما مر رجل من أمته دعا له وقال: يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، يشفق على أمته. قال: تجدني عند الصراط. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أول ما تطلبني يا أنس عند الصراط. قال: يا رسول الله، فإن لم أجدك عند الصراط. قال: يا أنس، أطلبني عند الحوض. قال: فيأتي أقوام فتذودهم الملائكة، تدفعهم الملائكة ألا يصلوا إلى الحوض، فينظر عليه الصلاة والسلام فيقول: يا ربي، أمتي أمتي، هؤلاء من أمتي، لماذا الملائكة تدفعهم؟ لماذا الملائكة تذودهم عن الحوض؟ أمتي أمتي. قال: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. غيروا وبدلوا كثير من أمتك بعدك، بعد ما مت كثير من الأمة في السنين المتأخرة غيروا وبدلوا. الواحد منهم ما يفكر في الإسلام، ما يفكر في الدين، ما يفكر في الإيمان، يفكر في شهوته فقط. كيف يتحصل على الشهوة؟ كيف يصل إلى شهوته؟ كيف يصل إلى المال؟ ما يهمه حلال أم حرام، على السنة على غير السنة، على الدين على الإسلام. يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. وكم من الناس اليوم يا إخوان غير وبدل عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. تجدني عند الحوض يا أنس. قال: يا رسول الله، فإن لم أجدك عند الحوض. قال: يا أنس، تجدني عند الموازين، فإنني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. إما تجدني عند الصراط، إما تجدني عند الحوض، إما تجدني عند الموازين. صلى الله عليه وسلم: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.